بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ما اجمل ان تدخل لتؤدي عملك وانت فرحان وبشوش وسعيد محققا فوزا هاما على متصدر الدوري بعد مباراه هي الاجمل في الدوري العام تقريبا، وخصم عنيد وخطوه هائله للقفز الى المقدمه. قبل ما اروح لعزيزي ابراهيم بطلب من المخرج عشان احنا كنا في العربيه جايين نشوف الجولين. عزيز ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابه. تاخرنا عليكم ساعه، لكن ساعه كانت مع الاستوديو التحليلي لمباراه مهمه جدا، لعلها القمه الثانيه هذا الموسم، الاهلي والاسماعيلي. مباراه الكره الممتعه، مباراه اللعب المفتوح، مباراه الاثاره ايضا. الهدفين يا باشمهندس، مخرجنا شوارب بيمسي عليك وما بيحرمكش من حاجه. تمام تمام. الهدف الاول في لعب وسرعه وعبد الله السليم ولمسه وفي ضغط مبكر من جونيور اجاي، يمكن هو اللي استخلص وباصه وراح. الله الله، جون جميل. اه هو اجاي مفتاح السر. صحيح. جون وبرضه بصمته على الهدف الثاني. طبعا تمام تمام. إذن فوز مهم على خصم او على منافس جدير بالاحترام، لانه الاسماعيلي يتصدر المسابقه، ولما يتصدر المسابقه ويجي يلعب مع الاهلي مؤكد انه هو يدرك جيدا ان الفوز على الاهلي بالنسبه له تعزيز الصداره بشكل كبير جدا، او محاوله ابعاد البطل. لكن ايضا الاهلي لما يفوز على الاسماعيلي هو يعي ايضا قيمه الاسماعيلي، ويدرك ان الفوز على الاسماعيلي خطوه كبيره وعملاقه نحو الصداره. استاذ ابراهيم، الاسماعيلي السنه دي كمان بيأدي اداء طيب جدا، مختلف تماما. اه فاجئنا يعني باقتراب العوده الاسماعيلي الى الاسماعيلي الذي نعرفه المتماسك القوي. اه ودائما انا احترم مباراه الاهلي والاسماعيلي، ودائما يعني احب اقول لجمهور الاسماعيلي ما تزعلوش من اي نتيجه، وبتادوا اداء طيب والاهلي بيستمتع وهو بيلعب معاكم، فهي دي مباريات الكبار. اذا ده مفتاح الليله، مفتاح السعاده، مفتاح البهجه بالاهلي في حلقه فيها عنوانان. ويستمر الزحف نحو الصدارة، وفي ذكرى الأب الروحي لنادي المبادئ. كلام مهم، كلام له معاني كتيرة جدا وقيم كتيرة. الحقيقة هو الأب التاريخي. آه الأب التاريخي. آه لأن هو ابتدى التاريخ من عنده. صحيح. أنا ممكن أقول على تيتش الأب الروحي، أقول على كابتن صالح الأب الروحي، لكن عندما يبدأ التاريخ من عند عمر لطفي فهو الأب التاريخي. معاك. الاهلي فاز على الاسماعيلي 2-0 في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع زي ما قلنا لحضراتكم، والكابتن حسام البدري ابدى رضاه عن اداء الفريق خاصه في الشوط الثاني. قال ان احنا الشوط الاولاني اخطانا في التعامل مع ضغط الاسماعيلي، لكن في الشوط الثاني كان فيه تغييرات كتيره داخل صفوف الفريق وايضا في طريقه اللعب، وتمكن الاهلي من السيطره القوية جدا على مجريات المباراة، سجل هدفين وكان يقدر يزيد أكتر، لكن كتير اللعيبة اللي ممكن تقول النهاردة بارزة بشكل خاص. النهاردة في تألق للشناوي حارس المرمى، في أيضا تألق لجونيور أجاييل عمرو السولية، وبالتالي أعتقد الكابتن حسام البدري سعادته تنبع من إنه هو بيواجه الإسماعيلي اللي هو متصدر الدوري، وفي توقيت الأهلي يغيب عنه عدد غير قليل من العناصر، ومع هذا يؤدي الأهلي بهذه الإنسيابية، بهذه النجاعة الهجومية، يوصل كتير، يخلق فرص كتير، وأيضا في تماسك دفاعي في التعامل مع المواقف الإسماعيلوية. كابتن حسام البدري منح اللعيبة أجازة بكرة من التمرين، وهيستأنف التدريبات يوم الأربعاء إن شاء الله علشان يستعد للمباراة اللي جاية على طول اللي هتكون مع فريق الداخلية. اعتقد جدول مضغوط ومشحوم بهذا الشكل بيخلي المدير الفني بيحاول يستثمر ويستخدم كل العناصر المتاحه، واتمنى ان كل اللعيبه
الناس اللي بتشتكي من عدم المشاركة والناس اللي عندها رغبة كتيرة ان هي تفرض وجودها على الفريق وعلى التشكيل الاساسي تستغل الفرصة، تتمرن كويس، تركز كويس، تنفذ كويس المطلوب علشان لما تاخد الفرصة تثبت ان هي جديرة بكل اللي كانت بتطالب بيه. اتمنى ان شاء الله هذا الوضع المضغوط اللي بيواجهه الاهلي خلال الثلاث اربع شهور الجايين اللي بيخوض فيهم عدد غير طبيعي من المباريات انه يتمكن الكابتن حسام البدري من توزيع المهام وتوزيع المجهود على اكبر عدد من اللاعبين يا باشمهندس. مؤكد لان برضه الكابتن حسام النهارده لما تلاحظ على تشكيله دائما ما يعني يحاول فعلا السنه دي يعمل عمليات التدوير بشكل جيد. صبر رحيل النهارده بنشوفه بعد غيبه باكا وقد بشكل كويس مهلين بصاحبك وصاحبي النهارده بنشوفه وحاجه ينبئ عن لاعب بقيمه عاليه صحيح صحيح فانت يعني على طول كابتن حسام بيقدم الفرص. الشناوي النهارده مفيش جدال انه يعني لو اخترت تصدي الموسم حتى الان مؤكد هيكون للشناوي نصيب في التصدي اللي عمله النهارده. اذا الفريق يعود ويظل موضوع ازارو كما على طول بيدفع عيني بيتضربه ولا ياخذ ما يستحقه من ولا ده خد فاول من خد فاول بس لو جوه طبعا كان السفاره ربما تتغير. انا اللي عايز اقوله ان ازارو تبقى مشكلته في الانفراد شان لعيبه كتير جدا لما بيلعبها من لمسه واحده ما عندوش مشكله بيقدر يلعبها بهدوء وبيلعبها باحكام لكن مساله انه اديه في العارضه كره في العارضه برضه الماتشات بتدي لك ساعات مؤشرات ناويه تعمل ايه صحيح يعني فالحقيقه انت النهارده كنت موفق والحمد لله الحمد لله. كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا مدير الكوره اوضح موقف علي معلول ظهير الايسر التونسي وقال ان هو بيغيب عن التدريبات الجماعيه لمده اسبوعين للاصابه واكد الكابتن سيد عبد الحفيظ انه علي معلول غيابه بيرجع لتجدد اصابته في العضله الخلفيه بعد مشاركته مع منتخب تونس في المباراه اللي جمعته مع المنتخب الليبي في ختام تصفيات المونديال واللي تاهل من خلالها نسور قرطاج الى روسيا. اوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ انه علي معلول هيتحط له برنامج تاهيلي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله علشان يرجع بقوه للمشاركه مع الفريق في تدريبات بعد تمرينات تاهيليه لمده اسبوعين. ده بالنسبه لعلي معلول. وبالنسبه للكابتن حسام البدري المدير الفني في المؤتمر الصحفي كيف راى البدري هذا الفوز المهم؟ لكن الاول انا عايز اعلق على موضوع علي معلول لان الحقيقه الجهاز الطبي تعرض لهجوم ظالم بمجرد ما علي لعب مع المنتخب لكن يبدو انه لعب وخد حقنه لا تشعره بالالم ولم يعبأوا ان الراجل ده راجل محترف يعني الحقيقه كان هو محق الدكتور ما كانش ظالم زي ما تهاجم وتعلموها بقى والكلام القاسي بتاع السوشيال ميديا اللي انت ليك تشبيه بليغ فيه مش هقوله دلوقتي في قسوه في قسوه الولاد يعني على السوشيال ميديا مش صابرين اما يشوفوا نتائج الامور التعليق اول باول مع دقيقه بدقيقه كده يعني النهارده فلان وفلان يوم فلان وفلان يكسبوك النهارده يعني ننتظر كده ونتريس ونهدى لان النادي الاهلي هو الافضل فما فيش داعي ان احنا الانتقادات التي تنال من عزيمه ابنائه. وده اللي احنا اكدنا عليه الحلقه الماضيه يا باشمهندس انه الفريق في ظل هذه الظروف المضغوطه وعدد الماتشات الكتيره قوي وهتلاقوا لعيبه بتاخد فرص للمشاركه بقى لها فتره ما بتلعبش فمش معقوله لعيب انت بتستخدمه بعد فتره غياب طويله عن الملاعب لما تاخد فرصه مش معقوله تنتظروا منهم كفاءه او اجاده 10 من 10 لازم لو بدا بخمسه من 10 وسته من 10 لازم نساعد لازم الناس تدعم المسانده والتدعيم المعنوي للعيبه هو ده اللي بيختصر معاه الوقت لانه لا خلاف على القدرات في قدرات لا شك يعني تصدي مذهل صحيح يعني رد فعل كويس شايل جون شايل جون طبعا كمان ما ننساش ان طريقه تفكير الكابتن حسام في التعامل مع الازمات اللي بيتعرض لها يعني اثبت قلبي الدفاع عالجها كويس الماتشين اللي فاتوا
دخل ايمن اشرف هو مره ايمن ويميل عليه هاني وسعد النهارده اشرف بيلعب برده جنب سعد وده الكلام اللي احنا بنقوله بقى ما يبقى عندك سعد السمير عايز شويه تركيز شويه هيرجع لان هو سعد بيبقى عنده سمات اراديه لكن الحقيقه هو تعرض اخر الموسم الماضي لبعض الاحباط بدا بالفتره اللي بتاعت فيها للتجنيس ثم الاصابه وبعدين ما لعبش مع المنتخب وهو كان في احسن حالاته ما تنساش ان سعد سمير كان مرشح افضل لاعب في الموسم السنه اللي فاتت هو عنده انه يقدر يرجع لكن يفتكر انه سعد سمير اسباب تفوقه ايه لازم يرجع لها يرجع لاسباب التفوق بتاعته كل لعيب عارف ميزانه عارف ايه اللي يعني ايه اللي بيعلي مستواه وايه اللي ممكن يؤثر على مستواه سعد بيعول على يعني شخصيته في انه يرجع بسرعه طيب نرجع كمان احنا بسرعه نشوف الكابتن حسام البدري المدير الفني في المؤتمر الصحفي علق بايه على فوز الاهلي على منافس بحجم الاسماعيلي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البدايه الحمد لله على الفوز النهارده واكيد كانت مباراه مهمه جدا لانها مباراه مؤجله وفي نفس الوقت زي ما احنا عارفين يعني هي دي المباراه الخامسه بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا ثباتنا ومؤجله واعتبارات اخرى طبعا لترتيب واداء نادي الاسماعيلي في الدوري ووجود على مقدمه الجدول وفي نفس الوقت احنا المؤجلات عندنا طبعا وضغط المباريات فكل ما بتتخطى مباراه بالثلاث نقط بتبقى مهمه جدا الى ان نصل ان احنا نلعب كل مبارياتنا وده الرساله توجهت للعيبه واللعيبه فاهمه كويس جدا طبعا سر المباراه الشوط الاولاني كان في يعني تباين في الاداء ما بيننا وما بين الاسماعيلي وما كانش في سيطره واضحه نتيجه يعني مش هتكلم في التفصيل برضه عشان طبعا يعني مباراتنا اللي بعد كده عموما لكن نتيجه تعاملنا مع الضغط والتحضير اللي كان بيعمله الاسماعيلي بشكل خاطئ شويه ويمكن ده اللي اتقال في الشوط الثاني على طريقه الضغط وطريقه تغيير منطقه الزون بالنسبه لنا على اساس يبقى فيها ضغط لفرقه الاسماعيلي وفي نفس الوقت ما نسمح لهمش بالتحضير ونبقى قريبين من البوكس بتاع الاسماعيلي وده اللي حصل في الشوط الثاني وشفنا طبعا يعني معظم الشوط الثاني طبعا الافضليه لينا والفرص لينا والحمد لله يمكن اصفر ده عن هدفين طبعا ويمكن في ظل انا بقول المؤجلات دي والظروف دي كل مباراه بنتخطاها بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا لكن اكيد طبعا ببقى سعيد لما يبقى فيه برضو اداء الشوط الثاني انا سعيد بيه وبحيي اللعيبه على ادائها وتخطيها مباراه مهمه جدا لان طبعا المنافسين برضو او الموجودين في مقدمه الدوري وكل مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا لكن اكيد النقاط اما بتحصد معاهم نقاط اكيد بتبقى مهمه جدا يعني في مشوارنا ان شاء الله. اتفضل. لا ما كانش اتفضل يعني ما فيش حظر دفاعي لا يعني ما مش حظر دفاعي لكن هو تعامل مع الفريق اللي قدامك بحالته يمكن انا بقول للاسماعيلي في الشوط الاولاني كان بيحضر بشكل كويس واحنا كان انتشارنا وجودنا في منطقه الزون ما كانش بشكل كويس عشان كده سمحنا للاسماعيلي انه في الشوط الاولاني في اوقات كتير يبقى مستحوذ ومعاه كوره وكان في محاولات هجوميه من فرقه الاسماعيلي في الشوط الاولاني لكن تم التعديل ده بين الشوطين يمكن وانا موجود على الخط برضو كان في تعليمات بالتعديل لكن ما كانتش واصله بشكل كويس اتقلب بين الشوطين واتعملت بشكل كويس وتحولت المباراه بشكل كبير جدا الضغط الاسماعيلي في الشوط الثاني فرصنا بقت اكثر بكتير اعتقد الاسماعيلي كان وجد صعوبه في الشوط الثاني ان هو يعمل هجمات مؤثره وفي نفس الوقت كان عندنا توفيق في الفرص اللي رحنا فيها مع ان كان ممكن نتيجه المباراه تبقى نتيجة فرص كتيرة برضو فرصتين تانيين مؤكدين جدا لكن الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط مهمين
هشام في كدمه جامده قوي يعني، والدكتور دلوقتي باكد لي طبعا مش من المنطق ان احنا هنقول على طول، لكن مبدئيا الدكتور خالد قال لي هي جزع طبعا بس قويه شويه جزع. لا 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 في الأنق... في كاحل في كاحل. اتفضل. الله يبارك لمين؟ احنا شفنا طبعا لعيب عنده مقومات وعنده سرعه وعنده ثقه في نفسه، لكن يمكن هو طبعا الفتره اللي فاتت وارتباطنا الافريقي وما خدش معانا فرص فمحتاج وقت شويه، لكن انا باكد لك طبعا عنده مواصفات وقدرات فرديه مميزه جدا من الناحيه المهاريه والسرعه كمان يعني، وعنده الاسيست بيبقى عالي جدا، ان شاء الله نقدر نستفيد بيه المرحله الجايه ان شاء الله. في المباراه يا كابتن، المباراه يا كابتن، احنا بنتكلم في المباراه. شكرا جزيلا. انت بتصور وبتسال المباراه بس. اهلي عيب خالص يا باشمهندس. باشمهندس يمكن لاحظنا الكابتن حسام البدري حتى وهو بيتكلم على بعض الملاحظات الفنيه وازاي هو قدر يتعامل مع طريقه الضغط الاسماعيلي وازاي قدر يغير طريقه الضغط، تذكر بسرعه انه لا مفيش وقت وكده بيكشف على ورق، قال لك مش عايز اتكلم في تفاصيل. شوف حسام البدري يتطور بسرعه جامده جدا حقيقي يعني، بوعي يعني مش عايز اقول نضج لانه في مرحله المفروض انها تجاوز مرحله لكن النضج يفضل ملازمك طول حياتك. طبعا النضج معناه انك كل مره تتغلب على نقطه من نقاط ضعفك صحيح، وتتعلم شيء جديد مزيدا من النضج. حتى تعامله امام الاعلام يعني اصبح اكثر يعني هدوءا وتريث، لا بقى عاجبني جدا وبيفكر وتفكيره بيبان في الملعب، ودايما هناك فرق عندما يفكر في حاجه الناس تقعد بقى، ما هو انت خلي بالك ان التوفيق وانت بتفكر مش بتفكر في قطع الشطرنج تحركاتها محفوظه، الفيل يتحرك كده والحصان يتحرك كده والطب يتحرك كده، لا انما انت بتتحرك بتقول للعيبه اعملوا كذا وبتتوسم ان اللاعب قادر على التنفيذ، فلما بينفذ اللي انت عايزه ويصادف التوفيق بيبان ان المدرب بيتصرف صح. بس فانا عاجبني طريقه الكلام وهو كويس انه ما بيكشفش كل اوراقه. طيب موقع فوتبول غانا لأحد المواقع الكروية في غانا أعلن عن اختيار قائمة 20 لاعب من وجهة نظرهم أو 25 موهبة أفريقية. في وجهة نظر هذا الموقع الغاني الكبير إن دول أفضل مواهب واعدة في الكرة. كم من ضمن ال 25 النجم المصري وابن النادي الأهلي رمضان صبحي المحترف في الستوك سيتي الإنجليزي؟ وقال الموقع الغاني إنه رمضان يملك مقومات كتيرة جدا تؤهله لمستقبل كبير في كرة القدم. ضم معاه في القائمة أيضا أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب والمحترف في ريال مدريد، وأيضا نبي كيتا لاعب منتخب غينيا ولايبزيج الألماني، وجون فريد كواسا الغاني لاعب بولونيا الإيطالي. الموقع الإيطالي قال إنه أو الموقع الغاني قال إنه رمضان صبحي ساهم بدور واضح جدا في تأهل منتخب مصر لكأس العالم، وإنه ممكن من خلال مونديال روسيا يبقى له انطلاقة جديدة في عالم المحترفين. يا رب، لأن مفيش جدال إن رمضان يمتلك مؤهلات يعني مؤهلات وموهبة مختلفة له مذاق خاص، لكن علي أن يطورها يعني، ما يعتمدش إن هو مشكلة رونالدينهو إيه؟ إنه ظل بطعم رونالدينهو، لم يطور نفسه عشان يصبح في مساحه تانية، فضل معتمد على جماليات الاداء والموهبه الخارقه في حين ان واحد زي ميسي بيتطور وواحد زي رونالدو بيتطور جدا. هو ده الكلام. ايضا نيمار لا يتطور يعني، هو مازال محتفظ بنفس الشكل اللي ابتدى بيه لحد النهارده، صحيح ما نقلش، فقد بعد شويه يتوقف عطاؤه. اللاعب اللي يستطيع ان يطور من ادائه ده هو اللعيب اللي يملك، اصلك انت بتملك الجفت الهبه التي لا يعني انت بالتمرين تقدر تنمي نقط ضعف، لكن لا تستطيع ان تكتسب
الموهبه ولا مش هتصنعها. دي ربنا بيديها لك. يعني يا صوتك حلو يا صوتك وحش، بس هتغني ازاي؟ لو صوتك حلو بتغني نشاز وفرحان بنفسك انك بتتسلطن مع نفسك، ده انا وانت بالذات واخد بالك انت هتغني عليا. فانا عايز اللعيب يستثمر الجفت او الموهبه اللي ربنا اداها له، انه يطورها ويطوعها انها تخدمه هو ثم تخدم فريقه. الله عليك. طيب ما حدش طور نفسه وما حدش استغل الجفت ده بتاع المهندس عادل بشكل كويس، وما شاء الله ما شاء الله بنمسك الخشب اهو اكتر من ابو مكه. ما هو ابو مكه ده ده انت جبت بالظبط المثالين ورا بعض. ما من شك ان الموهبه الطبيعيه في المهاره والجفت عند رمضان اعلى من محمد صلاح، ولكن ما من شك ان الشخصيه وادراك نقاط القوه اللي عنده شف شف. ولا تقول لي بقى بولت ولا مش عارف مين حاجه ايه. عشان كده عايز اقول لك على حاجه، انه محمد صلاح بعد ما سجل الهدفين مدرك مع ليفربول، اولا انفرد بصداره الدوري الانجليزي، بقى عنده 12 او 9 اهداف سجلهم في 12 مباراه. التسع اهداف اللي سجلهم ب 12 مباراه ضرب الرقم القياسي لرودي فولر، وبقى حديث الاوساط الانجليزيه، وبقى محل اهتمام ريال مدريد. مواقع كتيره جدا اتكلمت على انه صلاح في دائره الاهتمام. الناس دي مش معنى دائره الاهتمام، لانه الانديه الكبيره لما بتجيب لعيب بتبص عليه كويس قوي وبتدرسه من كل النواحي وبتراقبه وبتتابعه وبتجيب عليه كل التحريات وبتجمع عنه وبتحطه تحت ملاحظه دقيقه جدا يا باشمهندس، عشان لما بيجيب حد بيجيب حد هو اللي فعلا هيدفع فيه فلوس كتيره عشان يقدر يستخدمه بشكل جيد جدا. بص محمد صلاح يدرك عناصر التفوق بتاعته ويستغلها احسن استغلال. هو ملوش في جماليات اللعب يعني ما عملكش مهاره، لكن له في ايجابيه اللعب، ولكن له مهارات خاصه بيها يستطيع ان يستثمرها احسن استثمار. السرعه، الاستقبال، سرعه القرار، حسن اختيار القرار. يعني ياخد القرار، وبعدين اصبح عنده ثقه في نفسه وجراه على الجون مدهشه جدا تتناسب مع التطور الذي يحدث في شخصيته. ولكن بقى نتوقف عند ان ريال مدريد بدا في دائره اهتمامه، مش بالضروره يضمه، هو يبص عليه حتى لو ضمه. شوف بقى، شوف انا بقى هقول رايي تاني. كميه محمد صلاح في روما خوفتني من خطوه انتقاله الى ليفربول. لما حصل في ليفربول اكتشف ان ده اكثر الفرق مناسبه له. وانا بقول لك جوسيه مورينيو قد يفكر في محمد صلاح تاني بقوه. لان برضه هو مورينيو زي الايه، برضه متعلم عليه. واخد بالك؟ صلاح علم عليه. ايوه، انت ما عرفتش تعمل حاجه من محمد صلاح. فهو عايز يقول يعني انا سبته. طب ما تخليني انقلها بقى لملعبك انت. ما حدش علم عليك من اللعيبه؟ معلم عليا ازاي يعني؟ يعني في حد اتعرض عليك وانت ما رضيتش تجيبه؟ لا. او استخسرت يعني فيه الفلوس؟ لا لا لا. وندمت بعد كده؟ لا 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 خالص. خالص. يعني هو يعني الاختيار اصلا ما كانش لوحدي. انا كنت مثلا ادعبس لما استقر على حاجه وابتدي اقول للجنه الكوره، يبتدوا تقدم ترشيحك والقرار للجنه، يبتدوا كمان هم بطريقتهم يتحروا، يبص والجهاز الفني يبتدي يشوف ايه السمات اللي موجوده فيه قد تفيده. فما بنقولش عايزين نتعاقد مع لعيب الا يعني، لكن احيانا العكس بقى. في لعيبه تخيب املك. تتوقع منهم اكتر من كده، تجيبها وانت عندك توقعات عاليه، ثقه مطلقه انه هيكسر الدنيا وفرحان وبتتصور معاه وتعالوا والجرايد تكتب وصفقه الموسم. لا وبعد كده المردود قليل خالص. لا لا، انا يعني انا حته صفقه الموسم والكلام ده ماليش فيها قوي. بتخاف من لكن بتخاف من الافوره فيها؟ طبعا، لان انا لو بص، انت بتظلم اللعيب لما تحيطه بهاله وعشان كده الصمت بيبقى في صالح اللاعب. لكن لما بتحطه زي فاكر لمعي بتاع المنصوره، كان موهبه عاليه جدا،
لكن لمعي 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 لمعي، وبعدين خلص والمشير يتدخل وجلسة في مش عارف فين في، ويجيبوا الرئيس الناديين ويحضروا، وفي الآخر لمعي في الأهلي. الهاي اكسبكتيشن بقى، التوقعات الضخمة ظلمته. صحيح. إنما هو لو جه بقى لو بروفايل كده ومتسحب، الناس تقول مين ده مين ده، ده احنا ما كناش فاكرينه كده. زي محمد صلاح، صلاح اتسحب حلو من المقاولين لبازل، من بازل تشيلسي، فاجئنا تشيلسي راح روما ابتدى من اول السطر، فاجئنا ليفربول فاجئنا جدا. ولذلك ان محمد صلاح ربنا يعني ينصفه وينصفنا معاه ان ياخد افضل اللاعب. شوف الفرصه دلوقتي، يعني محمد صلاح حتى الاتحاد الافريقي، يمكن موقع الاتحاد الافريقي بالذات لما اهتم بيه وتحدث عن تألقه وعن الرقم القياسي اللي عمله مع ليفربول، اتمنى ان يكون ده تسليط ضوء كويس لمدربين منتخبات الافريقيه. مدربي المنتخبات الافريقيه هم اللي هيصوروا لل 54. وعلى فكره لازم يتغير الكلام ده. ليه؟ ده هو الاكثر دقه. لا لان دائما هناك تحيز ناحيه العرق واللغه. مين اللي صوت؟ يعني جائزه البي بي سي يا جماعه اللي بيصوت فيها الجمهور. ليه ان شاء الله تعالى؟ ليه تختصر في التصويت؟ انت دلوقتي بتصوت على لعيب موجود في الدوري الاوروبي. ليه ما يكونش المدربين في اوروبا ليهم راي؟ هو انت ليه بترجعني للهوم؟ بس انت اصلا انت لما بتقول لي لعيب محترف خارج القاره مش بالضروره في اوروبا، افرض بيلعب في اسيا بيفرز. يا سيدي كويس يبقى كل العالم يصوت له. كل العالم يصوت له ويلم علينا الدنيا. وانا كل ما اقول لك التصويت ينبغي ان يكون الدنيا كلها مشتركه فيه. ما ينفعش انك انت تقول لي افريقيا تصوت للاعب افريقي وهو موجود في اوروبا، او لعيب اسيوي اسيا تصوت للاعب اسيوي وهو موجود في اوروبا. ده كلام مش منطقي. ما هو مش تحت يعني انت كمان بتظلم لعيبه عندك انت في افريقيا. يعني واخد ممكن تقول افضل لاعب محلي في القاره خليه على مستوى الافارقه، واخد بالك داخل القاره. ما هو دي فئه لوحدها. دي فئه لوحدها ماشي، لان هم دول اللي بيشوفوهم شوفوا بعض طبعا، واخد بالك. حجم الظلم هنا ما بيبقاش مؤلم قوي. لكن انك انت تجيب لي لعيب العالم كله شايفه وبعدين تفاجئني تقول لي طب الراجل اللي خده من ابو تريكه اسمه ايه؟ اللعيب بتاع الارسنال كان اسمه ايه؟ اسمه يا راجل اللي خدها منه فين؟ ايه ده بايور؟ فينه ده؟ فينه؟ بس ما انا عايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، ما انت لما تبص يعني مدربين من المنتخبات الافريقيه بالضروره بيتابعوا الدوريات الاوروبيه كلها. معلش بس بيبقوا عاطفيا يعني دي بايور ده لا يمكن كان يقارن بابو تريكه، لا يمكن. وبعدين انت بتتكلم في 54 دوله، يعني حتى لو يا سيدي والله صدقني صدقني ده هم حتى مش اللون ده، حتى اللغه يعني الفرنساوي غير الانجليزي، يعني البايلانجول مختلف. يعني انت عارف ممكن تبقى في ميكس يدي للجمهور انا ده يعني ده اللي اقصده. يعني ادي انت للجمهور لا مثلا، لا الجمهور برضه هتبص تلاقي تصويت عاطفي. انت عايز تبقى هو مين اللي يقدر يقول دلوقتي في اوروبا لعيب في اوروبا مين اللي يقدر يقول محمد صلاح احسن ولا مش عارف مين بينافسه هناك؟ مين اللي يقدر؟ مش الدوري الانجليزي. طيب ما هو مدربين الافارقه متابعين. ماشي خلاص انا غلطان. ليه اصلا مش هنخلص؟ ما كل ما اقول لك حاجه تقول لي هو انا بقول لك اخسي مدربين الافارقه؟ بقول لك لا، خليهم وخد معاهم. بالظبط كده يا ابراهيم. يعني ايه المدربين الافارقه يختاروا واحد بيلعب في اوروبا ازاي؟ يعني انت عارف المعايير اللي انت عارف مدرب الارسنال بيقول ايه لعيبه، مدرب المان يونايتد بيقول لعيبه، تعرف منين ان هو ده يعني بيؤدي الى تعليمات المدرب وبيطبقها؟ خلي بالك جزء من التقييم ينبغي يكون على الشخصيه بتاعه اللاعب. يعني النهارده لما تشوف محمد صلاح اتحب وهو في روما اتحب جدا من زمايله وكلموا عليه كويس ومن مدربه، لما راح في مناخ مختلف خالص وكرة مختلفة خالص، أكثر صرامة وأكثر يعني واقعية وأكثر عنفا في الدوري الإنجليزي، برضه تشوف كلام بتوع زمايله في ليفربول ومدربه بيقول إيه.
الكلام ده لازم يبقى له اعتبار يا ابراهيم. عموما نتمنى ان شاء الله ان محمد صلاح وقد ساهم في فوز منتخب مصر بتذكرة التأهل لكأس العالم ده يكون له تأثير. طبعا حتى النجوم المحترفين السنغالي وغير السنغالي اللي منتخباتهم قطعت أشواط كبيرة في أفريقيا عندهم نفس الفرص. فنتمنى إن شاء الله المنافسة قوية. صلاح نجاحه مع ليفربول، تصدره دلوقتي لهداف الدوري الإنجليزي، نجاحه مع منتخب مصر في التأهل لكأس العالم، كلها أمور تشفع له بإذن الله لنيل جائزة يستحقها. لأنه الكرة المصرية من 83 آخر حاجة الخطيب الكرة الذهبية، أقرب واحد سنتين ورا بعض أبو تريكة. سنتين ورا بعض. وهو أبو تريكة خلاهم غيروا النظام لأنه حسوا النظام عملوا جوه القارة وبره القارة. جوه القارة وبره القارة. طب أنت بتخلي نفس الناس اللي تختار جوه القارة هي نفس الناس اللي تختار اللي بره القارة، فبيعوضوا اللي جوه. مش بس كده، ده بيور ده والله العظيم انت شفته؟ شفته في اللعب ايه يعني؟ لعيب برجله واسع وايه يعني؟ يعني عمل ايه؟ فينه؟ يعني انت حتى لما تيجي تقيمه بالاموال ما كانش يعني اللعيب اللي غير دي دروجبا مثلا. دروجبا كان لا يعني انت ما تقول لي دي دروجبا ولا في وقته يعني ولا ابو تريكه. دروجبا كان خلاص دروجبا معدي صامويل ايتو الكلام ده الناس اللي هي يا توري. انما تيجي تقول لي دي بيوري يكسب ياخدها من ابو تريكه ازاي يعني؟ فعشان يعوضوه يعملوا له بقى لوحده حاجه جوه القاره، ده مخصوص لابو تريكه اتعملت اتعمل النظام ده. طيب كمان موقع دوم بالون الاسباني قال النهارده انه اداره ريال مدريد بتخطط للاطاحه بزين الدين زيدان. يوهو. وبيقال الموقع انه بيفكروا من دلوقتي بس همسا كده فانه بعد نهايه كاس العالم على طول لوف المدرب الالماني الكبير اللي قاد الماكينات للفوز بكاس العالم 2014 عقده بينتهي مع المنتخب الالماني بعد روسيا 2018. فبيقول الموقع الاسباني انه ربما ده يكون مدرب ريال مدريد، وانه فيه فلورنتينو بيريز رئيس الريال عنده قلق تجاه زين الدين زيدان وبعض النتائج في الفتره الاخيره، فربما علاقة الحب اللي جمعت زيزو مع الريال تنتهي بنهاية هذا الموسم. سبحان الله. يعني دي حاجة لغز كرة القدم دي. النهاية من شهرين ها؟ أيوه. أو ثلاث شهور بالكتير. ريال مدريد ملوش منافس. أيوه. بأي لقاء أنت داخل مراهن عليه 100% ويكتسح ويكسب كل البطولات اللي دخلها. كويس؟ وبعدين فجأة يعمل كده ما يقومش. وزين الدين زيدان اللي ياخد أحسن مدرب في العالم ها متعرض لفسخ عقده. فهتقولي إيه؟ هي دي الكرة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن شطب اسم أفيدو هاتيجان ده الحكم الروماني من تحكيم نهايات كأس العالم اللي جاية بعد اتهامه باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد أيرلندا الشمالية في مباراتها مع سويسرا، كان في مباراة العودة لملحق التأهل. الفيفا كان كشف النقاب عن قائمة أسماء 36 حكم تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم، وقدم لهم دعوات لحضور المؤتمر الخاص اللي هيقام في دبي الفترة من 25 ل 29 نوفمبر الجاري، علما بأن القائمة النهائية ستصدر في يناير القادم. لكن ضمن هذه القائمة يا باشمهندس حكمنا الدولي جهاد جريشة. نتمنى له التوفيق برضه، لأن الحقيقة جهاد على قد قدراته وإمكاناته أحيانا بتبقى له غلطات الناس ما بتنساهاش. وتعرض وحكامنا تعرضوا لهذه المواقف بالذات في المناسبات في المسابقات الكبرى. ما زالت تثير جدل. يعني لما تشوف بن ناصر وكرة مارادونا اللي بالإيد، لما تشوف الكابتن الغندور برضه في ماتش كان اسبانيا كان حاجه كده برضه في مشكله برضه الناس تقعد تتكلم عليها. الحظ بتاع المدرب هو ان ما يحصلوش موقف صارخ الناس تسيب كل حاجه وتمسك فيه. بس انا برضه عندي ملاحظه غريبه. هو ايه حكايه شطب الحكم عشان احتسب وما احتسبش؟ مش جديده دي؟ طب وانتوا هو
هي برضه فكره شاطبو دي صياغه من الموقع، هو مبدئيا هو بيختار مستروش، قال لك ما هو مش جاهز، يعني هو ما كانش خده فبعد كده شطبه، وحتى لفظ شطب بره الترشيحات يعني. ايوه، انما هو هتلاقي في الترجمه ان هو كنسله. على فكره احنا بنغلط غلطه لما يجي يقول لك ايه انت خسرت البطوله الفلانيه واحضرت مش عارف مبلغ ايه، وانا البطوله ما الفلوس ما كانتش في جيبي عشان اهدرها. انت بتهدر الذي تملكه. كويس، ولكن المكاسب المحتمله اللي كانت فرصه. مكاسب محتمله، مكاسب محتمله، ما اقدرش اقول ان انا اهدرت. يعني المعيار ده انا حتى ما بحبوش حتى محليا هنا. يعني ما يجي حد يقول لك ايه المجلس مش عارف اهدر كذا عشان ضيع بطوله العربيه وضيع البطوله الافريقيه، ما بتتحسبش كده. كان ممكن بسهوله نكسب البطولتين طبعا، لكن مش معنى كده انك اهدرتها. اضاع فرصه تحقيق مكاسب محتمله. تعرف تهدرها امتى؟ لما يكون بتاعتك. مش بس كده، انت لعب وبعدين ارتكبت خطا مثلا، اشركت لاعب موقوف او واخد 3 انذارات نتيجه اهمال اداري، وبعد ما كسبت يسحبوا منك اللقب. هنا الاهدار. انما انا لسه هلعب الماتش، يكسب ويخسره. طب خد دي، هات الديلي ميل البريطانيه قالت مفاجاه من العيار الثقيل ان روسيا ربما يتسحب منها تنظيم كاس العالم. الله. بصوا بقى، يعني دي شطحيه كبيره قوي. ليه؟ على اساس بحسب الديلي ميل ان سمعه الكره او الرياضه الروسيه لطخت بعد تفجر فضيحه تعاطي المنشطات وانتشارها بين الرياضيين الروس في البطولات العالميه المختلفه. اشارت الصحيفه الكبرى الى ان الرياضه الروسيه باتت ختم بالتورط في تعاطي المنشطات تحت عيون السلطات الحكوميه، وده بحسب الديلي ميل هو ده الجريمه، ان الحكومه الروسيه راعيه للمنشطات، وباتت استضافه نهايه كاس العالم على كف عفريت، خاصه بعد ان قام مسؤول الفيفا بفتح قناه اتصال مع جريجوري روشينكوف مدير المعمل الروسي اللي كان بيجري الفحص على اللاعبين، والذي هرب الى الولايات المتحده وادلى هناك بتصريحات خطيره عن دور الحكومة الروسية ورعايتها لعالم المنشطات. الصحيفة قالت ان المفاوضات اللي بيجريها الفيفا حاليا مع السلطات الروسية والتي تمضي في اتجاه مع روسيا من المشاركة في اولمبياد 2018 الشتوي، كما انها تهدد بسحب ملف تنظيم المونديال قبل اسبوعين من اجراء القرعة للمفترض خلاص هتتعمل اول ديسمبر المقبل. بقول لك ايه، الصحيفة قالت انه رودنشينكوف يعيش في أمريكا تحت حراسة مشددة بعد تهديد جهاز المخابرات الروسي بتصفيته جسديا. يا عم يا عم يا عم سيب ده شغل بقى سياسة على واسع قوي. ايه الكلام الطاجس؟ احنا فيلم أمريكاني. تصفية بقى، انا لما اروح اقول كلام كده يهددوني بتصفية؟ طب ما العالم كله هيعرف ان هم خلصوا عليه. سيبك من الكلام ده. وبعدين مسألة ان دورها في المنشطات، انا لا احرمها من الاولمبياد لانها غشاشة، لكن انت بتنظم ماتشات مش بتاعتك لوحدك، يعني تفهمني؟ يبقى انا ركز على الفريق الروسي، افضل احلله كل ماتش زي ما انا عايز، لكن مش احرمه من التنظيم. مسائل مش كده يعني، وسعت من الديلي ميل شوية. الديلي ميل اديت لها كم ميل كمان. لا يعني شغل الانجليز دول اي سسبنس واي اثاره، اخطر ناس في العالم. يمشوا الدنيا على مزاجهم. صحيح. وما يبانوش، هم اللي بيخططوا كل السياسات الخبيثه اللي في العالم. طول عمرهم يعني. صحيح. يعني الامريكان يبانوا جدعان قوي، لكن هم لا، هم رد فعل. بمناسبة كأس العالم وبمناسبة أيضا انتظار القرعة إن شاء الله تعالى أول ديسمبر، المنتخب المصري اللعيبة بعد المباراة الأخيرة في التصفيات في غانا اتأخروا في العودة، أدوا العمرة في الأراضي المقدسة. بعد عودتهم أو نتيجة لتأخرهم في العودة أثيرت مشكلة، نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كان عنده تحفظ على ليه تأخر لاعبو المنتخب الدوليون عناصر الأهلي عن العودة. احنا
عندنا خبر بيقول ان في استياء من الجهاز الفني للنادي الاهلي عشان تاخر عوده لاعبي النادي الاهلي الدوليين اللي كانوا مع منتخب مصر. يعني طبعا بسم الله الرحمن، يمكن في البدايه يعني بالتاكيد ما فيش مشكله اطلاقا في حته ان اللعيبه يبقوا موجودين في المنتخب باي عدد كان، يعني 7 8 9 10 20 30 ما عنديش مشكله فيها خالص بالعكس. تمام، لكن يعني امشي معايا بالمنطق، ما فيش مشكله اطلاقا طالما مش هنبعد عنه يعني. تمام، يعقل ان انا لحد دلوقتي اللعيبه الدوليه بتاعتي ما تتمرنش مع اللعيبه او بتمرن مع لعيب فريق وعندي ماتش في الدوري بعد بكره؟ لا طبعا. هل ده مهم؟ صعب طبعا جدا. هل ده يعقل خالص؟ طب ده هل يعقل ان اللعيبه تيجي النهارده الساعه 2:30 بيوتها او 3 الا ربع ويكون النادي صاحب الحق الاصيل بتاعهم او فيهم ما يبقاش عنده علم ان هو يوصلوا الساعه كام مثلا يعني؟ وحتى فكره العمره طبعا ربنا يتقبل من الجميع. امين يا رب. احنا ما عندناش علم بيها اساسا. يعني ما حدش اصلا استاذنكم من الاتحاد كابتن سيد؟ ولا اعرف حاجه، ولا اعرف هم رايحين عمره ولا جايين من عمره، ما اعرفش. انا ما اعرفش. يعني الموضوع صعب. تمام. كمنطق تمام؟ يعني مباراه غانا والاولويه للمنتخب عشان ما حدش بس يطلع يقول حاجه لا قدر الله زايد على حد يعني. تمام. الاولويه للمنتخب، لكن مباراه غانا هي مباراه ليست مصيريه يعني. المباراة صحيح. طب انا لو عايز اكمل عمره بعملها ما بين مباراه اخر مباراه للدوري اللي كانت يوم 3/11 يا استاذ ابراهيم. غانا كانت 12/11. طب يا جماعه نفسكم معانا، طب قولوا لنا يعني احنا هنوصل للتحقيق. طب دي طياره خاصه ما فيهاش مواعيد، التنفيذ ما فيهاش. تمام. طياره خاصه، طب قولوا لنا يعني ينفع سمعت التليفون عليها وقول لنا يا جماعه احنا هنوصل الساعه كذا، طب رياضتكم عامله ازاي؟ انا لسه كنت بقول كده بالظبط في موضوع الطياره الخاصه يا كابتن سيد والله. طبعا دي مشكله وخلاص يعني اتعالجت وحش من الاتحاد الحقيقه، انما على كل حال نعتبرها يعني ربنا عدها على خير. ولكن العمره حتى عشان العمره يمكن دعوا لنا هناك. طيب هاني ابو ريده كمان كان تحدث في دي ام سبورت دي ام سي في الموضوع نفسه. لا مش شايف يعني، ايه رايك؟ قضية كبيرة. شوف هاني ابو ريده فاتت. شوف المهندس هاني ابو ريده يا عم، عندنا كان بيشتكي من ان ما حدش قال له ان لعيبه الاهلي مسافرين للسعوديه وان هم رجعوا النهارده العصر، فده هياثر على استعدادات النادي الاهلي للقاء الانتاج يوم الخميس اللي جاي يا باشمهندس. والله طبعا دي المهمه بتاعت اخونا المهندس ايهاب الهيطه، وايهاب محترم وبيعرف ينظم، ف يعني ما عنديش تفاصيل للحدوته دي، بس اقول للسيد برضه سيد من ابناء يعني اللي بعتز بيهم جدا. يعني مش هقول بقى اسماعيل عارف انا هقول ايه وخلاص فوتها. لا هو كابتن سيد قال احنا كل الدعم لمنتخب مصر طبعا واشاد بالمجهود اللي حاصل، بس هو كان بيتمنى ان يبقى في مراعاه لمصلحه النادي الاهلي قبل لقاء الانتاج في الدوري يعني. الانتاج فرقه ثقيله صحيح. لا بس هو برضه لعيبته كلها مع حضرتك وهم جايين النهارده العصر وعندهم معسكر بكره. لا والله بص الولاد يعني الحقيقه هم ماتش امتى بتاع الاهلي والانتاج؟ يوم الخميس. الخميس النهارده الثلاث هم رجعوا الثلاث. لا ان شاء الله يكونوا واقفين على رجليهم، المفروض كان يجوا الحقيقه النهارده الصبح امبارح. لا يعني كان المخطط اللي انا عارفه من ان يجوا النهارده الصبح. احنا جينا متاخر شويه، جينا على الساعه اعتقد الظهر او واحده تقريبا. فانما الولاد يعني جاهزين ولعبوا مباراه وان شاء الله يعني ربنا يوفق النادي الاهلي. طبعا بنشكر على فكره يعني لا نتخطى ان احنا بنشكر الناديين الاهلي والزمالك على ان هم دايما زي ما الناس كلها عارفه ان هم الدعم المستمر لمنتخب مصر، واذا كان في تاخير فانا بعتذر بالنيابه عن الجهاز الفني. طيب دي مشكله سريعه وعدت والحمد لله ان الناس ادت عمره وبالقبول يا رب. احنا بنشكرها بس عشان ما تتكررش. صحيح انه التنسيق مطلوب خاصه احنا داخلين في مرحله اعداد بس طويله بس معلمه كده جدول مضغوط. فانا ان شاء الله اشكر الناديين وبتاع. ماشي يا سيدي كتر خيرك، المره دي نعديها. نعدي نقاط اخرى ايضا يجب ان توضع في الاعتبار بعد الفاصل. تمر هذه الأيام ولعلها يمكن المرة الأولى اللي الناس تتذكر فيها المؤسس. ف
في الذكرى او في ذكرى الاب التاريخي للنادي الاهلي، الاب التاريخي لنادي المبادئ، اللي من الغرس الاول للنادي الاهلي كان حريص على انه هذا الكيان يكون مختلف، هذا الكيان يحتفظ بقيمته. من 1907 ابريل 1907 يبزغ للنور كيان مولود جديد كبير، بدأ في بدايته عظيم لأنه اللي تجمع حواليه واللي حرصوا على تكوينه عظماء. عمر بيك لطفي واحد من رجال محامي، واحد من رجال التعاونيات، وأنه يكون رجل من رجال التعاونيات في مصر، فده اللي عنده الروح التعاونية الحقيقية. يزيد منها ومن قيمتها ان واحد من اصدقاء الزعيم الوطني سعد مصطفى كامل، فبعد رحيل مصطفى كامل اصدقائه كلهم وصلوا هذه المسيره. لما فكروا في مكان بعد نادي طلبه المدارس العليا، فكروا في مكان يجمعهم كشبيبه 1905، وكان يعني واخد طابع انه يلم الطلبه عشان يعني يشغل فراغهم السياسي ويقابلوا بعض في الاجازات. لا، وده مش كفايه، عايزين رياضه بقى. على فكره جذوره مغربيه، وجذوره مغربيه ده بيعكس على حته التزاوج العربي، لانه كتير من القبائل المصريه العربيه نازحه، اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب بعد الفتح الاسلامي بالذات، فهو دي من الجذور، زي ما انت هتلاقي كتير حتى من الأولياء الصالحين في مصر معظمهم أو غالبيتهم معظم جذورهم مش مصرية. بالظبط، لأن لا آمنين. فكله يعني هو مصر كانت مقصد. بالظبط، ده كانت مقصد يا عم لأوروبا. مش هتبقى للعرب. صحيح. فأسرته من جذور مغربية، حلت عائلته المسلمة في القطر المصري أيام كان والده يعمل وكيلا لدولة المغرب في مصر. ولد عمر بك لطفي، واسمه عمر لطفي بن يوسف عاشور المصري. اتولد في الإسكندرية 1868، تعلم في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية الأولى اللي أنشئت بجهد من عبد الله النديم وفكره لتعليم الناشئة تعليما غير جاف، وهو ما كانت تسير عليه المدارس الحكومية وقتها، بالإضافة إلى أن النديم بذل فيها أو بث فيها الروح الوطنية والشعور القومي. عشان كده شوفوا البذرة جاية منين، يعني تلميذ عبد الله النديم هو اللي تشرب منه هذه الروح الوطنية عشان يبدأ يفكر في تأسيس النادي الأهلي، وكان ذلك غرضا جديدا وليدا مسيرا لروح البلاد. عمر بك لطفي منذ نعومة أظافره تربى على الروح التعاونية الوطنية، فغرست فيه بل وحفرت في ذهنه ووجدانه كيفية معالجة قضايا الفقراء الكثيرين ببلده والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة إخراجهم من قبضة العربيين، بالإضافة إلى أن الجو الذي نشأ فيه كان مليئا بالأفكار الوطنية، فقد تتلمذ كما رأينا على يد عبد الله النديم في مدرسة الجمعية الخيرية، وشاهد الاحتلال البريطاني ببلاده وتأثر بما فعله بمواطنيها، لذا لم يصبح من أخلص خلصاء وأصدقاء مصطفى كامل وسعد زغلول، مما أثقله وشكله ودفعه لإمعان فكره وعقله، حتى ولدت فكرة التعاون للخروج من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها مصر. طب بص بقى هنا نقف شوي. تعاونيات. في أزمة اقتصادية. وجد ان التعاونيات ده فيه نوع من الاشتراكية، التكافل الاجتماعي، الاشتراكية الإسلامية. ايوه، مش يسارية متطرفة. الإسلام سعيد ان انت يعني اقتنعت شوية بالاشتراكية اهو. لا، انا مقتنع جدا جدا. طيب الحمد لله. بالاشتراكية الإسلامية. اللي هو دين الاشتراكيون إيه؟ انت امامهم. لا، هنا على الرسول عليه السلام. معلش، ما هو تشبهني بايه؟ لا، فانت استنى بس،
انت بتلخبطني. ده انا فرحت ان انت بقيت اشتراك. لا شو هو انا اشتراك وانا انت شايفني يعني ملتمس اقتراض كبير. لا يا حبيبي لا. لا لا انا اي انسان عنده حس مرهف يشعر بالاخر صحيح ويشيل هم هو ده البسطاء هو ده حس هو ده الانسان صحيح هو ده اللي عنده حس اشتراكي الذي يتالم لالم البسطاء صحيح اللي احنا منهم برضو يعني في ناس اكتر مننا لازم يتالموا لنا على فكره. بالمنظور الطبق كده انما اللي عايز اقوله لك انك انت فكره انك انت تدور على حل الازمه بالتكافل هو ده هو ده التعاونيات لكن التطرف اصل الفرق بين الاشتراكيه الاسلاميه والماركسيه الماركسيه لا تحترم الملكيه الفرديه بينما ديننا الحنيف يحميها مش يحميها الناس شركاء في سلاس الماء لا. والكلاء والنار كل مقاومات العيش ويقول لك انت اذا مت الشهيد دون مالك انت شهيد شهيد وعرضه واخد بالك فانت يعني معناها ايه ما تقوليش بقى الاشتراك لا انا اشتراكي بالمفهوم ده ان انا احترم ما تعمليش تأميمات وتعمل لي مصادرات وتيجي تقول لي الا اذا كان اموال مشبوهه اذا كان في قانون بيطبق عليك انما تيجي تقول كده عشان الناس دي نتقي شرها ناخد اموالهم وناخد مش عارف لا هذه ليست اشتراكيه هذا نوع من التعدي على الدين حتى على اسس الدين انت دخلنا في ايه بس طيب خلينا مع عمر لطفي خلينا مع عمر لطفي طيب عمر بك لطفي تتلمذ لغاية لما في المدرسة الخيرية أو المدرسة الاجتماعية الخيرية في الإسكندرية حتى انتقل للقاهرة أكمل فيها دراسته تخرج من مدرسة الإدارة والقضاء اللي هي الحقوق الخديوية في سنة 1886 ده سنة تخرجه يعني تخرج 1886 تعين في قسم قضايا الحكومة ثم اشتغل في مكتب سعد زغلول باشا ناظر الحقانية أيام كان محامياً حيث كان يعرف اللغة العربية والفرنسية وقليلا من الإنجليزية والإيطالية تم تعيين يحيى إبراهيم وكيلا لمدرسة الحقوق الخديوية المصرية ومدرس القوانين بها بالمحاكم الأهلية وهنا تم تعيين عمر لطفي بدلا منه كونه كان أحد تلاميذ المدرسة النجباء ثم ترقى ليصبح وكيلا ثم ناظرا لمدرسة الحقوق الخديوية في 1902 يعني 1902 كان بالمعنى بتاعنا دلوقتي عميد كليه الحقوق ايوه بالظبط مدرسه الحقوق هو راجل قانوني درس الحقوق وصل لعميد كليه الحقوق تدرب في مكتب سعد زغلول وزامل مصطفى كامل بالظبط ايه العظمه دي وتشرب تعليم عبد الله النديم والواقع ان عمر لطفي قد اكتسب خبرات عديده من خلال وظائفه المتعدده بالاضافه الى ان منابع فكره وخبراته تلك اخذت تشكل هذا الفتى وتكون صورة كبيرة وأساسية في مدرسة الحقوق من خلال أسفاره إلى الخارج أثناء عمله بتلك المدرسة يعني عمله في هذه المدرسة الحقوقية اللي هي كلية الحقوق سمحت له بالسفر برا في عام 1898 راح سويسرا سفر في 1899 إلى أوروبا الغربية ثم في 1900 راح سويسرا وكذلك الحال في 1901 و2 ذهب أيضا إلى سويسرا وفرنسا وفي 1903 و 1904 راح شمال إيطاليا وشرق فرنسا وسويسرا هذه الأسفار الكثيرة كان منزه سقلت شخصيته كان منزه نفسه كان منزه نفسه صحيح لف لفة حلوة الرحلات الكثيرة أو أسفاره العديدة شكلت شخصيته وبدأت تطلعه على عالم تاني غير العالم اللي عايشه هنا وبالتالي هيرجع بأفكار مختلفة عشان كده مش فراغ برضو ان الاهلي ينتشر خارجيا ينتشر خارجيا ومختلف كل شوف هذا الزخم الثقافي اللي جه في ذهن واحد عايز يعمل كيان تفتكر هيعمله ازاي هيعمله بحلمه بقيمه طب هنقول لكم هيعمله ازاي بس بعد الفاصل اللي شوارب مصمم عليه اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن قبل الفاصل مباشره كنا مع سفر عمر لطفي كثيرا للخارج للمهندس عدلي
في الفاصل كان حاقد عليه، قال لك ده كان منزه نفسه يا عم، ده راح كل حته طب في كل البلاد وبيتعلم راح يتعلم، مش يعني يتدرس هنا وهنا ويرجع بقى عمر لطفي اللي يعمل لنا النادي الاهلي صحيح بكل هذا الزخم. كان كمحامي بقى في الفتره دي، وفي الفتره دي كان شغلانه المحامين ببلاش، كان حد بيتطوع لنصره الحق والدفاع عن ما يراه مظلوما، فبالتالي كانت هذه المهنه النبيله الجليله الكريمه لغايه وقتها ما هياش شغلانه بمقابل، ده حد بيتطوع دفاعا عن حق حد، فبالتالي من يعني من طبيعه المهنه نفسها اكتسب شخصيته وتشكلت طبيعته انه حد بيسعى لنصره الحق، واحد بيبذل مجهود علشان يجيب حق المظلوم، وبالتالي قرب من مصطفى كامل، ومصطفى كامل كزعيم وطني بينادي بالجلاء الانجليز عن مصر وبتحرير البلاد استفاد جدا من فكر عمر بيك لطفي. ليه؟ لانه الراجل كان بيطوف انحاء مصر كلها داعيا الى الفكر التعاوني، الناس تشيل بعضها من الاخر، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، ده الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي هذا الفكر التعاوني في الحث على هذه الاخلاق العاليه والنبل الكبير الانساني خلى عمر لطفي قريب من سعد من مصطفى كامل، وخلى مصطفى كامل يثق فيه ويستفيد منه. عشان كده هنلاحظ انه تقديرا لجهود عمر بيك لطفي واخلاقه النبيله ديت، أنعم عليه في سنة 1903 بالنشان المجيدي الثالث، وأنعم عليه في 11 أكتوبر 1905 برتبة التمايز الرفيع. بصوا قيمة الإنسان وسام التمايز الرفيع، هي ده أو هو ده التقدير الحقيقي لقيمة أخلاق إنسان، هو المؤسس للنادي الأهلي. شوف اللغة الراقية، هو ده الأب التاريخي للنادي الأهلي. شوف اللغة الراقية. عشان كده والله لما بنتكلم على إنه قيمة النادي الأهلي وجذور النادي الأهلي وطبيعة النادي الأهلي، هو ده مصدر الفخر بالنادي الأهلي. شوفوا قيمة المؤسس إنسانيا وأخلاقيا كانت عاملة إزاي. شوفوا نادي ينشأ في أحضان الحركة الوطنية، الزعيم مصطفى كامل يصادق ويزامل ويستفيد من شخصية عمر بيك لطفي. عمر بيك لطفي كواحد يدرس الحقوق، يدرس القانون، يهب نفسه لنصرة الحق والدفاع عن المظلومين، ويتعلم بداية تعليمه الأول في مدرسة عبد الله النديم. ما فيش أرفع ولا أميز من كده، وينعم عليه بعد كده بوسام التمايز الرفيع. يعني أنت كده، أنت حاجة مختلفة خالص. يعني متميز رفيع. تميزاً رفيعاً. رفيعاً. فبصوا هذه الشخصية التاريخية الجميلة في حياة النادي الأهلي، اللي للأسف ويمكن احنا برضو مسؤولين عن جزء من هذا التقصير، عبر سنين طويلة محدش ألقى جزءا من ضوء يستحقه هذا الرجل، هذه القيمة. انشغلنا بكتير بلعب الكورة ومين جاب ومين، وسبنا الجذور اللي لو رجعت لها هتعرف طبيعة التكوين وأساس شخصية الأهلي. هو ليه الأهلي مختلف؟ هو الناس لما بتتكلم على قيم ومبادئ يا جماعة، ده صاحب النبتة الأولى، شوفوا كانت قيمة المبادئ عنده عاملة ازاي، شوفوا أخلاقه ونبله ومبادئه كانت عاملة ازاي، شوفوا سعى إلى كده ليه. بعد مرور حوالي 6 سنين من هذا الإنعام الكريم عليه بوسام أو برتبة التمايز الرفيع، توفي عمر بيك لطفي في 14/11/1911، 14/11 يعني في مثل هذا الشهر 1911، توفي في مسكنه، كان بيته في شارع محمد علي هنا في القاهرة، وترك زوجته ونجلين، محمد بك عمر لطفي ومحمد أفندي سعيد عمر لطفي، يعني ساب ابنين. أنا ما أعرفش دلوقتي أحفاد الأحفاد هيكونوا موجودين، عايزين نبحث، عايزين ندور، ولو هم بيتفرجوا علينا يا ريت يحاولوا يتواصلوا معك بجد. أحفاد الأحفاد عايزين يعني عايزين في أجيال نعرف، ضروري يعرفوا كتير عن تاريخ جدهم، ضروري هيقولوا لنا جوانب ما احنا شايفينها، عايزينهم هم وولاد التيتش شوف مدام ماجدة التيتش لما قابلتنا، ولازم يجي لنا فرصة
الناس دي نتحاور معاها نستمع ليهم عن هؤلاء العظام. يعني هتجد السمات والريحه فيهم. صحيح. لازم الناس تعرف وحقهم حقهم علينا كلنا ان يفخروا بـ 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 باجدادهم. صحيح. وابائهم حقيقي يعني. طبعا اسس عمر بك لطفي في هذه الفتره نادي طلبه المدارس العليا في البدايه في 1905، وده شجع مصطفى كامل من خلاله على انه يلم الناس حوالين منه. لكنه بعد هذا الاكتتاب وبعد نجاح تجربه نادي طلبه المدارس العليا بدا يفكر عمر لطفي في نادي رياضي لهؤلاء الشبيبه. ده الاجتماعات الاولى لتاسيس النادي الاهلي، ثم حفل الافتتاح للنادي في 1909. يمكن زي ما حضراتكم شايفين بالاسماء لهذا التجمع ثم لفريق الكرة اللي تشكل تباعا. احتفل يوم 5 ابريل 1909 بمناسبة مرور 3 أعوام على نادي طلبة المدارس العليا. ألقى فيه عمر بك لطفي خطبة أوضح فيها خدمات ذلك النادي للنواحي الاجتماعية والعلمية بمصر، مشيرا إلى أن ما يحسب لذلك النادي أنه على قلة ذات يده، يعني ظروفه الصعبة، كان من أول العاملين على إنشاء مدارس الشعب الليلية. بدأ يعمل مدارس الشعب الليلية لمحو الأمية، وبين أنه مشروع من أعظم حسنات النادي، وأكد أن وزارة المعارف قد قلدت النادي في ذلك المشروع، مما يبين اعترافها بأهمية هذا الدور لهذا النادي الوليد. توفي عمر لطفي مؤسس الحركة الوطنية زي ما قلت لكم في 14/11/1911، وهو يجاهد لنشر التعاون في كل أنحاء مصر. ولدت فكرة النادي الأهلي في ذهنه بعد ما نجح في نادي طلبة المدارس العليا. أعتقد يا باشمهندس سيرة لشخصية بهذه القيمة، عمر لطفي لعب دورا أساسيا وبارزا في إنشاء الناديين، في الأول نادي طلبة المدارس العليا في 1905، ثم نشأة النادي الأهلي في 1907. حتى أن أمير الشعراء أحمد شوقي رثاه بقصيدة رائعة يضيق الوقت الحقيقة أن احنا نذكرها، لكن أنت تخيل لما أمير الشعراء يرثي مؤسس النادي الأهلي ورائد التعاونيات في مصر ويذكر اسم النادي ودوره. هو ده جمال النادي الأهلي. هو ده فخرنا، وهو ده اللي عايزين نحافظ عليه، وهو ده اللي احنا بنحارب عشانه، وده الناس زعلانه مننا ان احنا بنلعب هذا الدور يا استاذ ابراهيم. لكن احنا كنا نتمنى نبقى موجودين في هذا العصر عشان اسمنا يتكتب جنبه، لكن مسؤوليتنا مهما تكبدنا ان احنا نحافظ على هذا التراث واللي هيجي جنبه دونها الرقاب. هو ده التراث القيمي، وهو دي منظومة القيم، وهي دي مبادئ وتقاليد الأهلي. اللي هيجي جنب تاريخ الأهلي يتبقى لنا إيه؟ هي دي القيمة. هي دي القيمة، وهو ده النادي الأهلي اللي زي ما المهندس عدلي قال وغشها من منا بنته، الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، لكنه بيكسب لأنه عظيم. طبعًا، والمعنى ده لما يجي عند شباب صغير. ويفرز عشان يديهولنا في تعبير. في كبسولة. بتلخص كل شيء. مش عشان بنتي يعني، انما انا بقول لك التعبير عجبني. الاجيال الجديده في احساسها بالاهلي. التعبير لخص كل المعبره اللي احنا بنحاول نعملها. عظمه الاهلي تنبع او قوه الاهلي تنبع من عظمته. هو بيكسب عشان عظيم، عظيم ليه؟ عشان عنده. ما تيجي بسيره الاهلي يقول لك يا سلام، يا ريت كل الانديه تبقى زي الاهلي، يا ريت كل المؤسسات تبقى زي النادي الاهلي. صحيح. يبان الثوره طلع ناس تقول لك ال 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 الادارات المؤسسيه، الجيش والشرطه والاهلي، مش قالوا كده؟ وقناه السويس قال لك الهيئات المؤسسيه او النظام المؤسسي، مش فاكر انا يعني. انما اتقال كده، اتحط النادي الاهلي ضمن الحاجات اللي لازم نتعلم منها او نحافظ عليها. همنا ان نحافظ على الاهلي، مش اكتر من كده. لا يعنينا الاشخاص، لا يعنينا مين يروح مين يجي. اللي عايز يحبنا كده هنبقى سعداء جدا، اللي مش هيحبنا عشان كده مش عارف اعمل ايه. شأنه هو شأنه، لكن تظل الذكرى دائما للعظماء فقط. عمر بك لطفي مات 1914، ولا زلنا نذكره
1911 ياه وما زلنا نذكره ده بعد ما اسس الاهلي باربع سنين باربع سنين مات صغير برضه اه هو مصطفى كامل دي ظاهره كانت الفترة دي كانت الأعمار قصيرة قوي هتلاقي كل الناس عملت يعني الراجل كبيرة مع تكوين أول فريق كورة صحيح لكن تظل الذكرى هكذا دائما وهي ذكرى العظماء دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بعظمائه وسيرته وتاريخه ومبادئه وتقاليده بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبحوا على خير.